السلام عليكم ومرحبا بكم من جديد في قناة أمل كيتشن. اليوم غادي نشارككم كيفاش كنظم البلاكارات ديال الكوزينة اللي كنخزن فيهم المواد الغذائية. أول حاجة كنديرها كننزل جميع المواد الغذائية الجافة والمعلبة وكنحطهم فوق الطبلة وكنرتبهم. كنحط كل حاجة في جنب، كل المواد المعلبة وكذلك المواد الأخرى اللي في الكرتونات أو الميكات، الباستا والمقارونية والروز والفواكه الجافة، وكذلك شي حوالين عندي غير في ميكات كالأعشاب وشي حاجة ديال الدراري سناك البسكوي ولا العصير. وثاني حاجة خص يكون عندك شبيكات بحال هكايا، انا خديتهم من دولار تري، هذا اللون الاخضر، وكاينين لوينات اخرين. وغادي نمشيو دابا باش نديرو المرحله الثالثه اللي هي باش غادي نمسحو البلاكار بمنديل وسبراي. غادي نمسحو مزيان، نحيدو جميع الغبره وداك الفتات اللي كيبقى لنا فاش كيطيح، كنهزو شي حاجه كطيح لنا. غادي نمسحوه مزيان بهذه الطريقه. وكما كتشوفوا هانتوما صنفت وحطيت ورتبت جميع المواد اللي عندي الغذائيه اللي كما قلت اللي في ميكات او في الكرتونات مازال ما تحلوش. هادو السناك ديال الدراري الصغار، ما فيهم لي بسكوي، حطيتهم في هاد الشبكات هادو المتوسطين. ودابا كما كتشوفوا الشكل النهائي، هنايا حطيت الفواكه الجافه في هاد الجهه، هذا السيريال في الوسط، وحداه اللوبيا. عندي هنا اربعه، جوج درتهم من اللور وجوج من القدام، وهذا الاوتميل مع الموند. شي حوايج هنايا ديجا في الكرتونات ما يحتاجوش انك ديريهم في الشبكه. انا درت الماكله ديال البيبي والسناك ديال ولدي، وهنا حطيت هاد في الوسط هذه الدائره اللي مدوره او الشبكه اللي دايره، وهنا حطيت سميتو العلب او الكين المعلبه، هنا الباستا، هذا غير الماء الورد حتى عندي بزايد حطيته في هاد الشبكه، وهادو دي صوص وبينر باتر اوليفز. وهاد القليب هذا راه هي بوله، راه مازال ما درت لهاش الحجر، كتلصقيها في الحيط وكتبقى تبركي عليها فاش يكون الظلام، كتعطيك الضوء في البلاكار. فوالا، هذا هو الشكل النهائي ديال البلاكار من بعد ما تنظم، وانا فرحانه به بزاف بزاف بزاف. نشكركم بزاف على المشاهده، وما تنساوش تشاركوا في القناه من جديد، قناه امل كيتشن، وتبارطاجيو لي فيديو. ثانك يو سو ماتش، باي.